السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. الموقع دوت بتكتب تكست هو يحوله لك لصور. خلينا مثلا نقول له cat teach math to fish. بقى الصورة ما اعتقدش انها كل موجودة على النت يعني، تمام؟ فممكن نقول له ايه دور لنا، وممكن ترفع صورة من عندك وهو يبدأ ان هو يعمل لك ابديت عليها او يخترع لك على صور. فعمل الصورة ديت، تمام. ممكن تعمل تقول له انا عايز صورة تانية، او تعمل ريميكس، فعمل صورة بالشكل دوت. ممكن تقول له انهانس، ممكن تنسخ البرومت وتستخدمه في مكان تاني، ممكن تقول له ميك برايفت يعني ما تخليش حد يشوفها غيري عشان فضايح. طيب هنا هو بيستخدم ستيبل ديفيجن 1.5. طيب ممكن نقول له لا، انا عايز استخدم حاجه تانية. ممكن اقول له فيو اوبشن وببدا اختار بقى ايه انا عايز، مثلا دوت او الاصدار ده الحاجات ديت. طيب انا اقول له انا عايز 2.1، عايز صورة تطلع شكل سينما ولا لاند سكيب ولا سكوير مثلا، هقول له خليها سينما. الجادنس سكيل نورمال ولا ستريك ولا فيري ستريك زي ما انت عايز. خلينا بقى نجرب نقول له اوجد لنا الصورة ديت. فعمل الصورة بالشكل دوت. ممكن في اي وقت تقول له انا عايز ري ايمج فاعمل لك صورة تانية. حطها لك هنا بحيث ان انت تدي له امر يعني هو خد الصورة دي عشان تستعملها في حاجة تانية. ممكن مثلا ايه تقول له background from Egypt، يعني تدير تعديلات على الصورة. فعمل الصورة دي بس لغى القطط.